صباح الخير مشاهدينا ولكل مين عم يتابع ام تي في لايف لليوم. صار وقت فقره ميد ان لبنان مثل كل جمعه بهذا الوقت، برودكت جديد وضيف جديده رح نتعرف عليها اليوم مع جوال شليله. رح نتعرف على كاستمايزد باسبورت. بلشت الصيفيه وبلشوا مشاريع السفر، بلشنا نحضر وين بدنا نروح، وين بدنا نضب الشنطه ونسافر لنغير جو ونتسلى بالصيفيه. وصار دارج كثير يكون معنا قصص حلوه، اكسسوارز لشنطه السفر للباسبور ولغيرها. رح نتعرف على جوال، رح نتعرف على البرودكت اللي عم تعمله، كيف طلعت بالفكره وكيف بلشت بهذا الشيء اللي عم تعمله. هاي جوال. هاي باميلا، كيفك اليوم؟ سافا، انت كيف؟ مثل ما قلت كاستمايزد باسبورت هي البراند تبعك، اجت الصيفيه صح، كثروا السفرات هلا وكله المشاريع بده يبلش يظبط للسفر، وانت عامله فكره كثير حلوه اللي هن كاستمايزد باسبورت هولدر وللشنطه باك تاج، باك تاج والتس كمان، واشياء حلوه خرج ناخذها معنا على السفره. خبريني جوال كيف طلعت بالفكره، قد ايه لك مبلشه، كيف هيك اجتك انه على بالك تعملي هذا الشيء؟ دارج على فكره هالفتره انه واحد يكون عنده شيء هيك حلو على الباسبورت. كاستمايزد له 100%. اول شيء بلشت بالفكره ب 2019 قبل الثوره. اجت الفكرة على راسي، كنت مسافرة وكنت بالمطار ولفت لي نظري شخص حامل باسبورت كفر وعليه اسمه. قلت اوف حلوة الفكرة، هلا برجع على لبنان بشوف وين في بيج بتبيع هيك قصص. نبشت كثير، ما كنت لاقي ولا بيج عندها هيك شيء انه كاستمايزد باسبورت، كله انه والت عادي او انه باسبورت كفر عادي. فقلت انا ليش ما بعمل الفكرة وبكون انا عندي البيج وبكون اول شخص يمكن عنده هذه الفكرة. وهيك شفت شو هو شفت كيف بينعمل، وبلس مره كمان شفت حدا ببيع بدبي فطلبته لإلي، فشفت الفكره قلت ليش ما بعملها. اوكي، اجتك الفكره هيك انت ومسافره؟ صح، اجت الفكره على السريع وحبيت انك تطبقيها، وفكره كثير حلوه. مثل ما قلت هالفتره دارج كثير انه حدا يكون حاطط الباسبور بي هولدر، يكون حاطه اول شيء لانه بيحمي من المي، بيحمي انه ينجوي او ينخزق. صحيح. وبلس اذا كنتوا مثلا كذا شخص بزيت الجروب ومعكم كذا باسبورت يمكن بتضيعوا بين بعض. مزبوط. سو اسمك من برا دغري بيبين، وبيقدر واحد يعمل اللي بده اياه، بيقدر يحط الاسم، بيحط العائله، والحلو انك عم تحطي كمان مثل هيك قصص موتيفات صغار عليهم خارج السفر هيك تؤاد 100%. كل واحد بيطلب شيء، فيك تحطي اسم، فيك تحطي كوت، اذا حدا بحب الميوزك بحط مثلا الكلي دو سول، حدا مثلا بكون كثير كلاسيك بحط اياه، رأي اتس كاستمايزد وفي حط اللي بده اياه عليها. كل حدا بيقول لك شو بده، كل حدا بيقول لك شو اسمه، شو عائلته واللون اللي بده اياه، وانت اكيد بتزيدي قد ما في بدك، فيك تزيدي موتيفات. ايه هلا بيقدر الواحد مثل ما عم نشوف بالصوره هون مش ضروري يحط اسمه كامل اذا مش حابب انه يكون اسمه ظاهر، في يحط بيقدر يحط الانيشل تبعه. بيقدر يحط انيشل الاسم، بيقدر يحط الانيشل اسم والعائلة. هلا هول اللي عم بيقطعوا معنا كثير حلوين، الافكار ما بتخلص جوال. لا ما بتخلص. كيف بتنقي؟ يعني كل حدا بيقول لك شو بده، ولا انت اوقات بيقولوا لك اعملي لنا شيء لك هذا اللون شو حلو؟ انا من اول ما جيت عم بقول لك عن البينك قد ايه حلو. ليكي صراحه باميلا، هي الفكره انه الكلاينت هو بيعطيك اول شيء افكار. بصير يجيكي مثلا هو بيعطيك فكره، انت بتزيدي عليها شوي، بترجع هالفكره بتعطيها لغير كلاينت بغير طريقه، وهيك شوي شوي بتتطوري. وبلس في عندك الانترنت كمان، اكيد بتشوفي بتعملي سيرش وبتشوفي. عندك كذا لون للجلد، وعندك كذا نقشه، عندك اللميع، عندك مش اللميع، بدنا نشوفهم. بدك نبلش نشوف شوي؟ اوكي خلينا نشوف. هيك في عندك هيدا البلاك، البلاك هو اللي بيجي الكلاسيك، بيجي انه واحد اللي ما بحب. هو اللي عندك الجولد، عندي شوف. اوكي كل شيء شوي لميع، الاسود هو بيجي اكيد لكل حدا بحب اللون الكلاسيك. ورح فرجي هون الاسود اللي عملتيه بس حتى اسمي عليه ليكو شو مهضوم. في واحد ياخده كلاسيك بس اكيد لحق واحد وبده ياخد يعمل شيء عليه، بيقدر يكون الاسم كامل وبيقدر يحط الانيشلز، وهيدا الموتيف اللي عليه طياره كثير مهضوم من جوا، بيساع الباسبور وبيساع كمان اذا بدك كريدت كارد او ايه او حيالله كارد معقول واحد يستعمله خلال السفر. اكيد هذا اللون اللي بيجي البيسك، وفي هول اللميعين هول حلوين كثير. في هذا اللون اللي انت حبيتيه؟ هذا اكيد انا هول من عائله الجولد. اذا شيء في البينك والذهبي وال هذا شو فينا نقول له؟ هذا فيك تقولي له ابيض جولد فاتح. انا بقول عنه ايه بيرل كانه، وفضه كمان واحد بيقدر يحط اللي بده اياه. في هذا اللون البني كمان
بيجي من فاميلي اوف تلميح، هيدا ليك شو مهضوم انه حتى لو زدت كذا موتيف ما بيطلع معجق، ما بيطلع معجق، حتى كيف بتحطيهم بطريقه مرتبه بالعكس كثير مهضوم. ليك الموتيفات انت بتنقيهم على ذوقك ولا بيقولوا لك شو بدهم؟ في ناس بتقول لي انه على ذوقك، وفي ناس هي بتكون بتحب الكليدوستول، بتحب جيتار توريفال، بيعني لها توريفال زي بتحطها وانت عندك كل الموتيفات. ايه اكيد، يعني ما اذا واحد شو ما بده بيقدر يحط. هول الالوان اللي بيجوا رح ارجع هيك حطهم حد بعضهم من جماعه الجولد، يعني بني فضي بيرل ذهبي وبينك، هذا كثير حلو. اوكي لا في هيدا كمان، وين رحت بالموف؟ وفي الموف للي بيحبوا لون الموف كمان بينحط. على فكره الفينيساج كثير حلو، ميرسي، وكثير بيرفكت، يعني كثير هاي اند كواليتي، فيري هاي اند كواليتي، منه شيء انه بتحسي انه دغري بكره معقول ينتزع او معقول يقشر او معقول انه على كثره الاستعمال يبطل منيح. مبين عليه انه الكواليتي كثير منيحه من جوا، وطريقه الفينيساج تبعه كثير حلوه. مين عم بيساعدك بالفينيساج؟ لحالي. مين عم بيعملهم انت؟ لا هول الباسبورت لا مش انا بعملهم. انا في خياط وبيعملهم. أوكي. بس ككستمايزيشن والبنز وكل شيء انا. انت بس مبين عليك بتحب البرفكشن، يعني من طريقه الفينيساج تبع الهولدر مبين قديش هيك بتحبي تكوني هيك دقيقه بالشغل. في غير الوان كمان، هذا الكحلي كمان بيقدر يروح مع هذا الكحلي كثير حلو مع الجس مع اللميع، حلو لونه هيدا كثير حلو. هذا للبنات وللشباب بيزبط، بيجي هيك بلو بترول نيفي. ايه على جينز على حلو كثير. والموتيف اذا بيكون عليه كمان عم بيطلع كثير حلو. على فكره الموتيفات عم بيعطوا هيك مثل ستايل. ايه اكيد، هلا هو هيك لحاله منو ما بيلفت كثير، فمشان هيك جبت لك كذا واحد لنفرشهم. رح ارجع افرشهم هيك تفي حال رجعنا نمرقهم بعدين. في الالوان المش لميعه اللي بحب الالوان اللي يمكن البيسك اكثر، بحب شوي عطل يلون من دون ما يكون في لمعه فيها. في هول الالوان اللي هن البرغندي، الروز، البلو فاتح، الاحمر كمان على روز شوي هيدي، والبيج اللي بحب شوي يكون اكثر كلاسيك، اللي ما بحب اللمعه. لا هلا هيدا الاحمر مثل هيدا صح، هيدا عليه موتيف، هيدا ما عليه موتيف، سو بيكون هيك بتنقوا شو بدكم وبيصير هيك. هيدا محطوط الاسم كامل صح، واللي ما بيحب الاسم كامل بيقدر يحط انيشل مثل ما حاطه انا على الباك تاك او مثل ما قطع بالصور. هلا كمان واحد بيلبق مع الباسبورت هولدر الباك تاج 100%، اللي هن هول. هي الباك تاج كمان كثير مهمه اكيد اليوم، كثير عم بيضيعوا الشنط، بتحس كل الوقت عم بيضيعوا الشنط، غير انه بيضيعوا مثلا بيبقى في شنطتين مثل بعض صح. سو لا هيدي شنطه لانه عليها الباك تاج، فواحد بنقي الباك تاج مع الباسبور. في بتنقي هيدا مع هيدا، نقيحوا هون اول واحد هول. كمان اذا كانوا فاميلي بيقدر كل واحد يكون عنده الباك تاج تبعه مع الباسبورت، وبيقدروا يتغيروا الالوان، وكثير مهمين هول عن جد هالفتره قد ما عم بيصير في لخبطه بالشنط. بلس من جوا فين يحطوا الاسم والرقم كرمال اذا لتلاقي حدا اخذ شنطه بالغلط، في الاسم والرقم من هون بينحط من جوا الاسم وكل شيء انفو عن الشخص صح، كرمال في حال ضاعت الشنطه او حدا تلخبط فيها يعرف لمين بده يرجع ولمين بتكون. وهيدي محطوط عليها الانيشال، هلا حطيت لي بي، يعني هيدي بتروح مع هاي، هيك بيكونوا ست. واحد بيقدر ينوع مثل ما بده صح، بتحط اللي بدك اياه، وقد ما فيك فيك تزيدي او تنقصي، قد ما واحد بحب تزخرف بيزخرف اندلس. مثلا لانه شفت هيدا عم بتطلع انه هيدا سمبل، هيدا سمبل وهيدا فيه كثير، واثنيناتهم حلوين، يعني منهم لانه الموتيفات بيجوا لونهم رايق رايق على الباسبورت بيجوا. في عندك غير لون موتيف سيلفر؟ لا انا بستعمل دائما هيدا اللون لانه بحسه بينزبط مع التاج، لا بينزبط مع التاج نيم تحت لونه لانه بني كثير حلو. التاج نيم كيف عملتيه بيجي هيك بني، وكثير حلو كثير كثير حلو عن جد، فينيساجه بيعقد كثير هيك ثقيل، وخرج يكون كادو كمان صح. الواحد اذا عباله مش انه ياخده لحاله، عباله يعمل كادو وشي كاستمايز، بتخيل هذا الشيء كثير حلو بيطلع 100%. كمان عم تعملي واليت هلا عن جديد، هذا البرودكت جديد، قلت انا انه هيك هيك صار في كثير لبناني بالسوق وما فيك تحمليهم بالبورتموني تبعك صح، فقلت انا بعمل هدول الواليت كمان كاستمايز، وفي عندي كذا لون. اوكي خلينا نفرجي، هذا لون كثير حلو. هذا مش عامله منه باسبورت هولدر؟ لا بعد. بيجي على نصه تقريبا. اوكي هذا مثلا كريستال، مين كريستال؟ شو صداقه؟ كريستال في حدا بدك تعطيه كادو؟
ايه اكيد. هذه اذا بدنا نحط كمان كاستمايزد مطرزه من جوا غير هوليك، صح، من دون برنتس. في واحد يعمل لها كمان، في اعمل زيت الشيت 100% على الولد. معلش هيدي كريستال باميلا اكيد، وين ما كان وين ما بتروحوا في باميلا. كثير حلو الاسود مع الجولد، هيك مبين ثقيل ومبين قديش الجلد بيضاين ومنه. ها هيدا للبناني الكتسه، هي كتسه اللبناني اللي بنضل حاملينها، صح، تنشوف امتين رح يبطل عنا هالكتسه. هيدا جوانا مثلا اللي بيحب اللون الابيض، بس بحس هذا شوي يمكن بيتوسخ على السريع. ضربه وايبس بيمشي الحال. ضربه وايبس بيمشي الحال. اوكي هيدي كمان طريقه انه واحد ينظف. ما على فكره ايه الوايبس وقت تحط دغري بينظف كل شيء 100%. اللون الابيض كمان للي بيحب مع الاسم، واكيد هون نحن عم نفرج الاسامي والالوان وبيقدروا يكونوا الختان غير الوان، غير الوان. الهافان اللي هو لون بيسك، اللي هو لون بيلبق على كل شيء اللي بنحبه كلنا، ماري جو كمان من جوا بيجي بهيدي الطريقه. قد ايه بياخذوك وقت تحضير جوال؟ كرمال الكستمايزيشن بياخذوا شي ساعتين مفروض. والباسبورت كفر كباسبورت انا بعمل انه اكيد طلبيه كبيره، سو بدها شي 10 ايام لتكون خالصه. كمان اذا واحد منه حابب يحط اسمه او يظهر اكثر على الاسم شو بيزك. بده بيقدر ياخذها بيسك، بيقدر ياخذها مثل ما هي. نشوفه. سوري. اوكي بيجوا. سوري. نحطهم قدامي بيقدروا يجوا من دون شيء، من دون اسم، وفينا نزيد اللي بدنا اياه. ورجعت سالتك سؤال بس ما عدت قلتي لي ايه ولا لا، نقدر نحط هول الموتيفات؟ ايه قلت لك فيك تعملي بدك اياه على الوالد، فيك تحطي موتيف وفيك ما تطرزي، فيك كمان تحطي مثل الباسبورت كفر اسم مع بنز. على البيج عندك بيقدر واحد يشوف شو في موتيفات؟ ايه اكيد بيقدر يشوف كمان لينقي كل واحد شو بده. رح نروح فاصل ومنكمل.